يعد غداء العيد من الوجبات الرئيسية لدى العائلات في مملكة البحرين، حيث يحرص أفراد العائلة على التجمع حول هذه الوجبة خلال أيام العيد لما لها من مكانة خاصة في نفوسهم اعتادوا عليها في مناسبة الأعياد. نعم، فهذه الوجبة كانت ولا تزال عرفا من أعراف العيد في مملكة البحرين والدول الخليجية الشقيقة. فرحة العيد لدى أهالي البحرين لا تكتمل إلا باجتماع العائلة على غدا العيد. فمنذ سنوات خلت كانت ربة المنزل تتولى طهي وجبة الغداء، والتي غالبا ما يكون اللحم هو الخيار الأول، خصوصا في عيد الأضحى المبارك. ومع مرور الزمن انتقلت هذه العملية إلى المطاعم الشعبية، والتي تقوم بطهي هذه الوجبة وتقدمها بحب وفقا لرغبات الأسر في النكهات المفضلة لديهم. دائما غدا العيد له طعم ثاني، لأن الأهل يتجمعون وتصير اللمة. خبرة طول السنة ما تلاقون إلا في الأعياد، فتصير اللمة أكثر وأكثر وأكثر يعني. واللي ما شاف الأهل من زمان يشوفهم هني ويتجمعون عند الوالد والوالدة. وفي عيد الأضحى الناس تتجمع عشان اللحم، وصير الذباح وصير الأضاحي توزع، ويكون له نكهة خاصة يعني غير الأيام العادية. الأيام العادية كل دياي تعرفين وسمات، ويعني هاي الشغلات الثانية. فغدا العيد طعم ثاني يعني بيكون. غدا العيد تقليد بحريني تحرص عليه معظم الأسر في البحرين، فهو مظهر أساسي من مظاهر العيد، عادة ما يكون مبكرا عن الموعد المعتاد للغداء. ولعل أشهر هذه الوجبات الغوزي، وهو من يتصدر قائمة طلبات غدا العيد، حيث يحمل نكهة خاصة ومرتبطة ارتباطا مباشرا في التجمعات العائلية في هذه الأيام المباركة. الطلبات اللي يصير أكثر شيء يصير على قلنا المفطح وغوزي البحريني، لأن لا طعم خاص، ويعني تكون على المكسرات وعلى الأشياء الثانية. ودائما لما في العيد تصير أحلى وأحلى يعني مع الأهل، مع بيت الوالد والوالدة. وتعرفين يعني أغلب الأهل يتجمعون عند أكبر واحد في العيلة. ملتقى جميل تسوده الأجواء العائلية الممتعة على مائدة غدا العيد، ليتلذذ أفراد العائلة بتناول اللحم، والتي تتفنن المطاعم في البحرين في طهيه بأسلوب خاص يختلف كثيرا عن ما يتم تقديمه عن باقي أيام السنة. غدا العيد وجبة متميزة لها نكهة خاصة تتفنن المطاعم في البحرين بإعدادها، فهي ليست وجبة غداء وحسب، بل هي لمة أهل وأقارب يجتمعون في البيت العود، فيلتقون على سفرة واحدة ليستمتعوا بتناول هذه الوجبة المتميزة. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.